أقرت لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت برئاسة وكيل المحافظة عصام حبريش الكثير عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتمثلت أبرز تلك الإجراءات في تخفيض طاقم العمل للموظفين الإداريين لجميع وحدات الخدمة العامة بما لا يقل عن نسبة 25% من القوى الوظيفية الإدارية لضمان استمرار تقديم الخدمة بالشكل اللائق، ويستثنى من ذلك من مرافق الطوارئ في الصحة والكهرباء والمياه. كما تضمنت الإجراءات توجيه الأمن والشرطة باتخاذ الإجراءات الحازمة في منع تجمعات المواطنين في المتنزهات والاستراحات والمجمعات التجارية وأسواق القات والأفراح والمناسبات العامة والدينية والاجتماعية، حفاظا على سلامة المواطن من انتقال الفيروس. تم اليوم دعوة لجنة الطوارئ الخاصة بمكافحة مرض كورونا، التي تمنى الله سبحانه وتعالى أن لا يأتي بلادنا، ولكن اللجنة كانت عن قد المسؤولية وطرحت نقاشات كثيرة في ما هي الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الإجتماع. أقرت اللجنة مجموعة من الإجراءات الموجودة فيها في التوعية، في توعية الناس في حضرموت بأخذ الحيطة لمكافحة هذا المرض، وهو الأساس في نقل هذا المرض هو الإنسان نفسه. لذلك وجهت اللجنة وقررت اللجنة عدم التجمعات في وادي وصحراء حضرموت كلها، سواء من خلال إقامة الحفلات الزواج أو حفلات التجمعات في الحدائق أو المسابح. فهذه الإجراءات التي اتخذتها اللجنة. الأخوة في الصحة أقاموا بكل ما يستطيعونه لمكافحة هذا الأمراض، وقيمت المحاجر الصحية التي نتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نستخدم هذه المحاجر، ولكن كأجراءات أولية محجرين، محجر صغير يمكن يكفي إلى 20 مريض، والمحجر الآخر يصل سعته إلى أكثر من 200 سرير في هذا، يجهز السلطة المحلية هذا المحجر الثاني. كل الإجراءات التي اتخذها هي حفاظا على أرواح البشر الموجودين في وادي حضرموت. نحن ليس بمعزل عن الجمهورية بشكل عام كامل، ولا بمعزل عن العالم وغيره في العامل، فإمكانياتنا كل ما تمتلكها السلطة المحلية من إمكانيات سنسخرها في هذا، لن نبخل على شعبنا أو أبناء حضرموت بأي إمكانية نعمل